لو سمحتي علبة سجاير. حاضر. اتفضلي. اسمك ايه؟ ليلى. مش خساره واحده زيك تقف في كشك زي ده. بقول لك ايه، انا عندي محل ملابس حلوه، تحبي تشتغلي معايا؟ لا ما ينفعش يا ست هانم، ده انا كان ابويا موتني. ياه. طب اوكي، ده الكارت بتاعك، في نمرتي، وقت ما تحبي تشتغلي معايا كلمني. ربنا يخليك. خدي. ثانيه واحده اجيب لك البيت. لا لا خلي البيت علشان كلها بتروح الجامعات كده وانا قاعده كده يا ماما. معلش يا حبيبتي اصبري شويه. اصبر لحد امتى بس؟ انا من يوم ما ابويا حلف عليا ان انا ما اروحش الكليه وانا حاسه بظلم. طب انا جبت مجموع كبير اعمل بيه ايه؟ اقعد بيه في البيت؟ ده انا حتى ما شفتش شكل الكليه دي ايه. معلش يا حبيبتي، ربنا يهديه ويحنن قلبه. اصبري كده يومين ثلاثه كده وبعدين يروق ويهدى وتروحي كليتك وتبقي دكتوره قد الدنيا ان شاء الله. دكتورتي بس يا ماما، والنبي انت عسل. ان شاء الله يا حبيبتي. عبد التواب، عبد التواب، عبد التواب. فيها يا ولية؟ اصحى يا اخويا، عايز اكلمك في موضوع مهم. يا ولية يا خرفانة انت، تعرفاني بصحى دلوقتي؟ معلش يا اخويا، اصل البت ليلى صعبانة عليا قوي من يوم ما منعتها تروح الجامعة. احنا مش خلصنا كلام في الموضوع ده؟ عايزاني ابعت بنتي الجامعة عشان تمشي مع الشبان؟ انا بنت تفضل تحت عيني لغاية ما اسلمها للي هيتجوزها، وافرض انها دخلت الجامعه واتخرج، هتبقى ايه؟ دكتوره؟ دكتور مصيرها برضه تتجوز وتقعد في البيت. بس يا اخويا. ما بسش، واخر مره الموضوع ده يتفتح وغوري من وش بقى، خلينا نام. جاك كل في الضماير. ازيك يا ماما؟ ازيك انت يا حبيبتي؟ اتاخرتي ليه؟ تعبت قوي، ما فضلت مستنيه الاتوبيس ساعتين. معلش ادخلي غيري هدومك والاكل بتاعك في النملية. ماما ما توديني يا ماما مدرسه قريبه من كده، الشارع اللي ورانا فيه مدارس كثيره قوي. يا حبيبتي المدارس اللي هنا مش لينا، دي بتاعه صحابها. ومين صحابها؟ يوه انا مش ناقصه قلب الدماغ. ادخلي يابا تصحبوك. في ايه؟ معلش يابا غصب عني. معلش يا حبيبتي فداكي. طبعا يا اختي فداها. ما انا بجيب لكم من بحر. بيت انزلي يلا اقفي مع اختك تحت في الكشك. بس انا بابا جعانه دلوقتي. اعملي باللقمه اللي بتطفحيها. معلش معلش يا اخويا، البت صغيره وما تعرفش حاجه. طب يا اختي ام قلبي عينيا، البت صغيره وما بتعرفش حاجه. طب ايه قولك بقى عليا الطلاق بالتلاته؟ لا تنزل تشتغل مع اختها في الكوش لغايه ما الدنيا تليل. اقطعت خلفه البنات واللي بيحبوها. بالذمه ده تسييق في اله. هعمل ايه مع الطواب؟ انا شغال اهو. انت بترد عليا ولا ايه؟ في ظرف ساعه واحده على الطلاق بالتلاته، لو ما لقيت السلم ده بيقلق تشوف وشك فيه تكون مرجعك البلد تاني. فاهم يا ده؟ فاهم؟ باشا باشا مع السلامة. تعالى مزهر. لا تقرش فلوسك.
باين قوي. اهو دي بقى الحاجات اللي بتعاكني انا على الصوت. بقول لك يا قلق بتعدل كده وفهمني، مش كفايه ان انا سايبك في المنطقه من غير ما اخد منك ارضيه؟ نعم ارضيه. ايوه ارضيه. فين يا ادهم قلت على العيال بتوع مصر الجديده اللي بعتهم لك اول امبارح؟ خلاص خلاص يا عم عبد التواب، خلاص خلاص. الناس تخاف ما تختشيش. ايوه ايوه. طيري يا طياره طيري يا ورقه. حاجه ساعه يا لولا. حاجه عشان السهر حاسس ان الجو مولع. امال فين ابوك؟ معرفش والله. كبرت وحلوت واتدورت يا لولا. نور يا باشا. ازيك يا عبد التواب؟ ازيك يا عمر؟ جهزت تموني الليله؟ كله تمام. اسمع، خلي الواد فتحي يوصلنا من عند الكبابجي على 3 كيلو كباب. 3 كيلو؟ ما تخلي يا باشا، خيرك سابق. عد عليك بالليل الساعة 10. اهلا اهلا يا معلم ابراهيم، الصبح نور يا راجل. منور باهله. ايه ده؟ لو انت عندكم فرح ولا ايه؟ لا ده حنه بتاع الجلال. اتفضل اتفضل. حنه؟ هو بالي الحباب كلهم. بقول لك يا معلم، دي بقى صوت جديد لسه نازل يستاهل دماغك ومزاجك. تسلم يا عبد التواب. بقول لك يا ابراهيم اخوانا، قصدك ب 5000 جنيه سنه من عليا؟ بس انت كده حسابك تقيل قوي. معلش يا ابراهيم اخويا، حسابي يجمع وقريب قوي هردهم لك. نهارك فل. ومين قال لك ان انا عاوز اخدهم؟ مش فاهم. اعتبرهم يا سيدي جزء من مهر بنتك ليلى. ليلى؟ انا طالب ايد المحروسه، هنغنغها اخر نغنغه وعيشها في نعيم عمرها ما حلمت بيه. صغرات يا نفيسه. معلم ابراهيم طرب ايد البت ليلى. يا لهوي يا راجل، ده قد ابوها. قد ابوها ولا قد امها؟ ما تتنيلوا بقى. معلم ابراهيم راجل كسفين وهيعيشها في نعيم. نعيم ايه وبتاع ايه؟ يا راجل حرام عليك، منعتها من التعليم وصبرها، لكن تجوزها الجوازه دي لا. حد لاقي جواز دلوقتي؟ انا عايز اسطرها. بنت هويدا. ايوه ايوه يا بابا. اندهي لاختك. هيا بابا. عقبال ليلتك يا حبيبتي. ربنا يخليك يا حبيبتي. وهي قربت. مش فاهمه يا بابا. انت طبعا عارفه ان مفيش حد بيحبك او يخاف على مصلحتك اتي. اكيد يا بابا. شوف يا حبه عين بابا، انا هجيب من الاخر. ابراهيم بيه المعلم ابراهيم طالبك للجواز. ازاي يعني؟ يعني في الصف فرح ومأذون وشربات، عايز ايه تاني؟ بابا انا عمري ما رفضت لحضرتك طلب، بس يعني بعد اذنك سيبني افكر. بس رفض لا. ها؟ جهزي نفسك يا روح بابا. يلا بنت بسرعه غيري هدومك وتعالي عشان تقف في الكشك. يا بابا انا تعبانه قوي. تعبانه ايه بلا مياسه بنات؟ خلفه تعر. ها يا باشا. اوعى اسمعك تقول كلام زي ده يا عبد التواب على بناتك. انت خلفتك كويسه.
غيرك مش طايل بنتين شاطرين زي ليلى وهويدا. شاطرين؟ حاضر يا باشا حاضر. اللي يشوفك كده يقول دول مش بناتك. بناتي يا باشا بناتي. سنة كان نفسي فؤاد يسند ضهري ويشيل اسمي، لكن بعد حادثة الأسانسير أنا قطعت الخلف. عيب تفكر بالشكل ده يا عبتواب، عيب. لازم تعرف إن النهاردة مفيش فرق بين الولد والبنت، كله رزق من عند ربنا. آه صحيح يا باشا، ما هو الحال من بعضه. بنت زي الولد. فطر. هذه الشهرية بتاعتك. ألف ألف مبروك يا معلم، البنت موافقة على طول كده. الله، واحنا لمؤاخذة عندنا بنات تقدر تقول لأ؟ ده عشم يا عبد التواب، وأنا هريحك وريحها آخر راحة. هنكتب الكتاب إمتى؟ كلها كام يوم كده أصلي. لمؤاخذة البنت الفرحة بس مش مصدقة نفسها. معقولة المعلم ابراهيم المقاول الكبير عايز يتجوزها؟ الا قلنا يا معلم، هي الجوازة دي نمرة كام؟ ده عين العدو الثالثة. ثالثة؟ خد دول ماشي بيهم نفسك لغاية اما ارجع من السفرية ونكتب الكتاب. معلش يا اختي، صاحب البيت خد علينا حكم وطردنا من الشقه عشان ما دفعناش الايجار. وبعدين احنا لحمك برضه ونفيسه، هنقعد معاكم كده قد كام اسبوع لحد ما نلاقي لنا مطرح. ما دام هتقعدوا عندنا شويه، ايه رايك بدريه تشتغل وتساعدك؟ اشتغل في البيوت؟ ليه؟ ما لهاش راجل؟ ولا لا مؤاخذه يعني انا مقصر في اي حاجه يعني؟ مش القصد يا اخويا، ايد على ايد تساعد، وكمان انت مريح اليومين دول والشغل مش عيب. كونك بس تسيبوني كده ايه قد يومين ثلاثه افكر واخد ودي مع نفسي وبعدين ارد عليكم. هنتعشى امتى؟ اتفضل. شكرا قوي، ربنا يخليك. انا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي. ما تخافيش يا حبيبتي، مفيش بنت النهارده بتتجوز غصب عنها. ابويا بقى مصر وانا عارفه دماغه، لو بيصر على حاجه ما بيرجعش في كلامه ابدا. ما تقلقيش انا هتكلم معاه. بقول لك دماغه مش مظبوطه. ناوي تقعد كتير يا مسعود بيه؟ لا، هما كده بس كام يوم على بقى ما ادبر حاجه. كام يوم؟ ربنا يهون. هاتيلي الشقه نفيسه، هتقولي على السطح وبيوضب المطرح لاختك وجوزها واولادها عشان يرتاحوا. عن اذنكم. هو ماله؟ ودول يا ستي انا متاكده انهم هيطلعوا مقاسك، انا ما لبستهمش الا مره واحده. ايوه بس ده كتير والله. احنا مش اخوات ولا ايه؟ متشكره قوي يا سليم بجد، مش عارفه اقول لك ايه. احنا اتاخرنا قوي، يلا بينا. حاضر يلا. ما قلتليش هتعملي ايه مع باباكي؟ معلش يا بابا، كنا عند شيرين وسالي واستاذنت من ماما. ما يهمكيش يا حبيبتي، المهم خش بقى شوفي الهدايا اللي العريس جايبها لك. انا اتفقت معاه ان انتوا هتتجوزوا بعد ما يرجع من السفر على طول. انا مش هتجوزه يا بابا. بتقولي ايه يا روح امك؟ اللي حضرتك سمعته. طب عليها الطلاق بالثلاثه اللي تتجوزيه ورجلك فوق رقبتك. مش هيحصل. انت بتتحديني يا بنت؟ اكمل ازاي بس؟ طب وبابا؟ ومين بس اللي هيقول له؟ مش عارفه بس انا خايفه قوي. ما تخافيش، هو مش هيعرف. انت هتروحي مرتين في الاسبوع من غير ما ياخد باله، تجمعي فيهم كل اللي فاتك في اسبوع. ايوه بس يعني وانا ليكي عليا هجمع لك كل المحاضرات اللي فاتتك قبل كده. مش عارفه، حاسه انه صعب. مفيش حاجه صعب، مفيش حاجه مستحيل، وكل كتبك ومصروفات الكليه ما تحمليش همهم ابدا.
انا عايز اقول لك كلمتين سر مهمين قوي للهادي. كلمتين ايه يا راجل يا ناقص واحنا قاعدين ضيوف عند الناس؟ انت جرى المخك حاجه يا بت؟ ده انا عامل حته دماغ الوقت كلهم يناموا والسطح يسعمل حبايب الف ومحدش هيحس بينا. اهو دايما اللي حصل كله. انا كده خلاص مش هينفع اروح. لا يا حبيبتي انت لازم تروحي ولازم تكملي تعليمك. انا هكلم الواد فتحي يقعد مكانك في الكشك، بس هو تتاخري عن الساعه 2 قبل ما يصحى ويطين عيشتنا. يا ماما ده حلف عليكي بالطلاق يا ماما. طلاق؟ ما تخافيش، طول عمره بيحلف بالطلاق. ده انا ساعات بحس ان انا عايشه معاه في الحرام ومستحمله عيشتي معاه بس عشانك انت واختك. بسم الله الرحمن الرحيم. لا مؤاخذه يا حبيبتي يا اخويا، لا مؤاخذه، اصل بس بدريه كانت جايبه لي بطانيه عشان تدفني من الساعه. كمان في الفجريه البرد بيشد قوي. كتر خيرك يا اخويا. خلي بالك من نفسك يا اخويا ومن رجليك. كتر خيرك. اصيل بيحبني خايف عليا مش عاديني؟ ادي العدال ولا بلاش. الشيكه وراحه فين على الصبح؟ اسكتي يا مقصوفه الرقبه. خد يا حبيبتي اوعي تتاخري عن الساعه 2 قبل ما يصحى ويبهدلنا. حاضر يا ماما ما تقلقيش بقى. اطمني. مع السلامه يا دنايا. مع السلامه. روحي يا بنتي، الله يوقف لك الواد الحلال في طريقك. انا بجد مش عارفه اشكركم ازاي. مفيش شكر بين الاخوات، فاهمه؟ ربنا يخليكي ليا. انا بس خايفه يعني، خايفه اروح لابويا بالكتب دي هيقول لي ايه يعني. ولا يهمك يا ستي، انا هخلي الكتب دي عندي وتقدري تبقي تاخديهم اي وقت تحتاجيهم. يلا يا استاذه، بابا ما بيحبش حد يدخل محاضره وراه. يلا يلا. ماشي سلام. النهارده هنستكمل موضوعنا الهام جدا من المحاضرتين اللي فاتوا عن حقوق الانسان، اللي صدر بقرار من الجمعيه العامه للامم المتحده رقم 217000. يصحك بدري كده. اعملي لي شاي وليا. دي الساعه لسه ما جاتش 11. وانت مالقه؟ ورايا كم مشوار رايح اقضيه. يا اخويا سيبك من المشاوير وريح جتتك، ده انت نايم وش الصبح. هو ايه الحكايه؟ احنا محاضرتنا النهارده عن العلاقه بين المشاهده التلفزيونيه والسلوك العنيف. انت بتكتبي ايه حضرتك؟ انا كنت بكتب ورا حضرتك. على فكره انا ما بحبش حد يكتب وانا بتكلم، ولو ركزت وفهمت اللي انا بقوله هتعرفي تكتبي احسن. اتفضلي. استاذ تامر انا بجد اسفه جدا والله، ما كانش قصدي اضايقك النهارده. حصل خير؟ قولي لي انت اسمك ايه؟ ليلى. غريبه يا ليلى، انا اول مره اشوفك. ما هو النهارده اول يوم ليا في الكليه. اول يوم في الكليه؟ الدراسه بدأ بقالها شهرين، اما كنت غايبه فين ده كله؟ يعني كان عندي ظروف، الحمد لله انا دخلت اصلا. طبعا داخله الكليه عشان تبقى مذيعه زي كل البنات، مش كده؟ لا انا اصلا حلم حياتي ان انا اخش اعلام عشان ابقى صحفيه. انا مبسوط قوي ان انا بسمع راي مختلف. ربنا يخليك، متشكره قوي. عموما لو احتجت اي حاجه انا موجود ان شاء الله. ماشي ماشي، شكرا. بعد اذنك. اتفضل. والنبي ما انت خارج الا ما تفطر يا ولية. مش عايز افطر. معلش عشان خاطري عبد التواب. خاطرك ايه؟ هو في ايه؟ مش عارفه، قلبي وجعني قوي كده وكده شد عليا وخايفه قوي عبد التواب. يا ولية طلعت لسواد. ليلى عايزه الغدا. هاتيلها الطف. روح يا اخويا والقلب داعيلك. الغدا بتاعك معايا. خلي بالك لو كنت اتاخرت دقيقه واحده اكتر من كده كان ابوك عرف كل حاجه. معلش يا فتحي انا اسفه. على فكره انا ما بحبش حد يكتب وانا بتكلم، ولو ركزت وفهمت اللي انا بقوله هتعرفي تكتبي احسن. Thank you.
انا مش عارفه انا جيت معاك هنا ازاي. ليه؟ انا مش فاهم انت خايفه كده ليه. انا خايفه لحد يشوفنا. احنا في مكان عام. ايوه بس برضو يعني مش عارفه بقى، مش عارفه. ليلى انا بحبك. تمام. انا مش عارفه اقول لك ايه. انا اصلا ما بفكرش في الحاجات دي دلوقتي، انا بس عايزه اكمل تعليمي الاول. ليلى انت سمعتيني وقلت لك ايه؟ انا بحبك. انا لازم اقوم امشي دلوقتي، انا اتاخرت قوي. سلام. الله، البسبوسه اللي بعتها العريس دي ترد الروح. ده عريس لقطه والنبي. لقطه وبس يا بدريه؟ ده معاه فلوس تسد عين الشمس، معاه فلوس تملى شكاير اسمنت فاضيه. ده انا لو طول اجوزه لك انت يا اخويا. انت رايق والنبي. خدي البسبوسه دي دويها يا اختي. مش عايزه. بس انت وجوزك فلوس ايه وغني ايه وبتاع ايه؟ يا ضنايا يا بنتي، دي ليلى من دور ولاده. اعملي بس يا رب، اعملي. مساء الخير يا جميل. على الله البسبوسه اللي انا بعتها تكون عجبتك. طب مفيش حمد لله على السلامه لعريسك؟ ده احنا هندخل قريب. ندخل يا راجل يا ناقص؟ عايز تتجوز واحده في سن بناتك وانت على ذمتك ثلاث ستات؟ ابوك يفهمني غير كده، معناته ان انت مش موافقه. بقول لك ايه، انت لو ما مشيتش دلوقتي مالكش عند غير ده. طب انا ليه كلام تاني مع ابوك يا بنت عبد التواب؟ اقطع دراعي، المكات البنت دي ماشيه مع حد. مش عارف يا معلم، البنت دي اتجنت، هي بتطير واحد زي جنابك. اسمع يا مسعود، عاوزك تراقبها لي وتعرف لي كل اللي بيحصل اول باول. وغلاوه دراعك يا سيدي المعلمين، لا همشي لك وراها خطوه خطوه. هلا هو فين الولا مسعود؟ مش باين يعني. بقيت عند امه النهارده في شبرا. شبرا. وده ده فتحي، هات لنا 2 كيلو ريش ضاني. مش جاي. ايه؟ انت هتجنن ولا ايه؟ سيبك منه، قول لي ايه الاخبار؟ كل تمام يا معلم. انا جاهز بشقه الشيخ زايد، 4 اوض وصاله ودورتين ميه. هي بس البنت مستنيه شويه، عم بتحضر نفسها. طيب خد الحبايه دي، هتعمل لك دماغ عجب. روح اخويا الحمام، روح زي بيتك يعني. اصحى اخويا اصحى. في ايه؟ في مصيبه. Hey! 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 Hey
كانت عايزه الحرق. انا خلاص مش مستحمله العيشه دي، انا مش طايقه نفسي، عايزه اموت نفسي يا ماما، عايزه اموت نفسي. بعد الشر عنك يا دنايا، دي عين وصابتنا والنبي. ايوه يا تامر، انا عايزه اقابلك دلوقتي حالا. معقوله كل ده يحصل لك وانا معرفش؟ انا مش عارفه اعمل ايه بجد، انا تعبت قوي، نفسي اموت بقى وارتاح من الدنيا دي. بعد الشر عليك يا حبيبتي. طيب قولي لي هتعملي ايه دلوقتي وهتروحي فين؟ مش عارفه. طب عندي فكره، ده مفتاح شقه واحد صاحبي، تباتي فيها الليله دي وبعدين بكره احلها حلال. شقه؟ انت مش واثقه فيا ولا ايه؟ بس انا مش هينفع بالنسبه لي الكلام ده. عشان تطمني خالص وتعرفي قد ايه انا بحبك، خد الورقه دي يا ست امضي عليها. ورقه ايه دي؟ عقد جواز عرفي جاهز وماضي عليك من صحابي. ايوه كده ازرع على حقيقتك، وانا اللي كنت متخيلك بني ادم كويس، انا اللي غلطانه عشان عرفت واحد ندل زيي. ليلى، ليلى اسمعيني يا بنت، ليلى ليلى. ياه كل ده حصل لك عمر ولا هم؟ انت تشتغلي معايا هنا وتكملي تعليمك وتحققي كل اللي بتحلمي بيه كده. بجد انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه. ما تقوليش حاجه، يلا بقى عشان نروح. نروح فين؟ هتباتي معايا النهارده ومن الصبح تبتدي الشغل. بس حضرتك يعني انا مش هينفع بصراحه. ما تخافيش، انا عايشه في البيت دلوقتي. حرام عليك، ازاي هيجي لك نوم وبنتك بايته بر؟ تلاقيها عند خاله من خالاتها في شبرا ولا في امبابه. انت يا راجل ما عندكش دم ولا حسيه. ما تسكتي يا وليله، خليكي تحصليها. منك لله يا مفتري يا ظالم. طب عليا الطلاق بالثلاثه. لو النبي خلاص يا اخويا ما تنطقها، هي هتخرس دلوقتي. اتفضل ادخلي. خدي راحتك، البيت بيتي دي اول بيتي. يلا بيبي خدي شاور البسي، ده الحمام عندك في الاوضه على الشمال. شكرا قوي. نامي هنا جنبي النهارده. لا لا انا هطلع انام في الصاله بره. يا بنتي انت مكسوفه من ايه؟ احنا بنات زي بعض. لا لا ولا مكسوفه ولا حاجه، انا بس اصلي متعوده انام لوحدي. كلمت كل اخواتي وقرايبنا ومعارفنا، ما حدش شافها، البت ضاعت منك لله يا ظالم يا مفتري. انا مني لله يا بنتي. يا لهوي يا لهوي. ابدا يا حبيبتي، انا جيت اطمن عليكي. هو انت مش هتتعشي؟
لا شكرا انا مش جعانه. طب هو في حد ينام بهدومه كده؟ لا انا بنام بهدومي. انا مش فاهمه انت خايفه من ايه. طب اقول لك انا هنام جنبك عشان اونسك. لا متشكره انا اصلا ماشيه. تمشي تمشي يعني ايه؟ وبعدين انت عارفه الساعه كام دلوقتي؟ ما اعرفش بس انا لازم امشي. وبعدين بقى انت وجعتي قلبي قوي. لا انا بجد فعلا لازم امشي من هنا. تمشي تمشي. تروحي فين؟ ليلى تعالي هنا. ليلى ليلى انت رايحه فين دلوقتي؟ انت كلمتي هتروحي فين دلوقتي؟ بقى سيبيني. متخلفه بيئه. ماشي لوحدك ليه يا قمر؟ ايه الرقه والجمال والطعامه والحلاوه دي؟ ايه ده عصفور كنايه ماشي على الارض. بقول لك ايه؟ خد يا بنت مش هتروح بعيد. وراك وراك برضه. نفسي افهم ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا ليلى. يا حبيبتي انت لازم تروحي كليتك وتركزي في مستقبلك. طب ازاي بس؟ زي الناس. بكره هشوفك في المحاضره بتاعتي علشان فيه امتحان. والا هتسقطي. مفهوم؟ واعملي حسابك هعدي عليكي الساعه 8. انا مش عارفه اقول لكم ايه. صباح الفل. صباح الخير يا استاذ. صباح النور. يلا عشان اتاخرنا قوي. يلا معلم ابراهيم. اتفضل. لا ملوش لزوم عاوزك في كلمتين على جنب. حاضر. امال فين العروسه؟ العروسه في بنتك البيت عند الدكتور خالد خطيب شيرين بنت الدكتور صفوت. وفين؟ في شقته في المهندسين. وبعدين قامت راحت الجامعه. بنتك جابتك العاري عبد التواب. لم عرضك. عملنا ايه في الامتحان يا دكتور؟ عايز تطمن يا سيدي كلكم كويسين في شفوي وبالذات. والله العظيم ده كل اللي حصل يا عم عبد التواب. احنا كنا بنساعدها. حرام عليك. دي بنتك يا بني ادم تعمل فيها كده؟ ازيك يا بابا؟ وحشتني قوي. سامحيني يا بنتي. انا ظلمتك كتير قوي. ايه يا بابا اللي انت بتقوله ده؟ طب ويا حبيبي يا صباح قلبي معاك. صباح الفل يا اولاد. خد يا حبيبتي وانت خد. ربنا يخليك لنا. ربنا يفتحها في وشكم. كان نفسي فؤاد يسطر ضهري ويشيل اسمي. بنت زي الولد.